اهلا وسهلا بكم مره تانيه. اذا غدا دعا ما يسمى بتحالف دعم الشرعيه الى تظاهرات وفعاليات لاسترداد ما اسموه بالثوره المسروقه. وزارة الداخلية في نفس الوقت أعلنت عن خطة أمنية واسعة النطاق، أولا لتأمين المظاهرات السلمية، ثانيا للتعامل مع أي اعتداءات أو هجمات على منشآت حيوية أو شرطية سيتم التعامل معها كما قالت وزارة الداخلية بالذخيرة الحية. هناك تواجد أمني مكثف في كافة المناطق، هناك تركيز أمني على الصعيد التي يهدد بعض المنتمين لجماعة الإخوان أو للتيار المؤيد للرئيس المعزول بعمليات عنف مكثفة فيها. في خضم هذا المشهد تم إلقاء القبض على محمد البلتاجي القيادي الإخواني الذي وجه من خلال قناة الجزيرة مباشر مصر خلال الأيام القليلة الماضية رسالتين بصوت وصورة، في الأخيرة دعا إلى الخروج في مظاهرات الغد. محمد البلتاجي متهم بشكل أساسي بالتحريض على العنف، وكان من أبرز من اعتلوا منصة رابعة وحرض على كثير مما وصفه الإعلام بأعمال عنف وتخريب وإرهاب. ما تأثير القبض على محمد البلتاجي؟ كيف تم القبض عليه؟ هل سيساعد على خفض وتيرة العنف في الشارع أم أنه يقع ضمن قائمة ليست مؤثرة في الشارع كما يذهب البعض، وأنه القائمة الحقيقية للقادة المؤثرين في الشارع ما زالت حرة وطليقة؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا في هذه الفقرة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية السابق. أهلا وسهلا بيك سعادة اللواء. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أولا خلينا نشوف مع بعض صورة، أول صورة التقطت لمحمد البلتاجي القيادي الإخواني الذي تم القبض عليه في كرداسة بالجيزة، هو واثنين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين منهم خالد الأزهري الوزير الإخواني السابق. ما تعليقك سعادة اللواء على هذا الخبر؟ والله تعليقي أولا أنا بأقدم التهنئة لجميع السادة الضباط والقوات المشاركة في عملية الضبط، لأن عملية الضبط دي تستلزم الوصول إلى المعلومات الحقيقية والمداهمة فيها مخاطرة، وهم يعني ربنا موفقهم في عملية الضبط والمعلومات الجيدة التي تؤدي إلى حسن العمل. نعم. فضبط القيادي الكبير محمد البلتاجي ده يعد من النجاحات الشرطية المتكررة والتي تضعف جماعة الإخوان المسلمين، لأنه هو من أكثر القيادات التي تحرض على العنف في الشارع المصري. حضرتك وصفته دلوقتي بالقيادي الكبير، هناك من يختلف معك وبيقول أنه هو ولا كبير ولا حاجة وأنه هو مجرد شخصية مؤثرة إعلاميا، لكن على الأرض أو ميدانيا ليس له أي تأثير. لا، هو من أكثر القيادات المؤثرة على الأرض والمحرض الكبير على عمليات العنف، إنه بطبعه عنيف، هو بطبعه شخصية عنيفة، فيعتبر ضبطه في ذات التوقيت يعد من أنجح العمليات الشرطية. ضبطه هو وضبط القيادي أسامة ياسين وزير الشباب السابق. نعم. دولت من أخطر اتنين قيادات موثوقة يعني. يعني التأثير المعنوي في رأيك لا ينفصل عن التأثير الميداني. التخطيط للحراك وتنظيم المظاهرات والفعاليات في الشارع لا تزيد أو تقل في الأهمية عن التأثير المعنوي بالنسبة للفرد من أي فرد في جماعة الإخوان المسلمين بذات الشباب. أو تفهم الحمد لله النجاحات الشرطية المتكررة في ضبط قيادات الإخوان وفي ضبط الكوادر التنظيمية والإدارية، كل هذه العمليات بتؤدي في النهاية إلى ضعف الحشد الذي يقوم به وضعف التمويل، وبالتالي هم لن يستطيعوا تكوين حشد مثل ما تم في الجمعة السابقة اللي جمعة 14 أغسطس، لن يتكرر مرة أخرى، لأن هو طبعا إن ضبط القيادات بالكامل وتأثير عليهم بيؤثر على الشباب في التنظيم والحشد. يعني حضرتك بتتفق أنه حينما يتصاعد منحنى القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين بيهبط مستوى أو منحنى العنف، العلاقة عكسية هنا؟ بالتالي هو الـ يعني هم بيعملوا حشد قوي أساسا، تواجدهم كان بيعمل حشد قوي لدعمهم بالمال وبالتنظيم وبالشخص المعنوية أشخاص معنوية، ضبطهم طبعا بيؤثر على كثير منهم معنويا. طيب. حتى لما بيؤتي أي واحد فيهم أي عمل بيأتيه بعمل في ذعر أو عمل انتقامي في ذعر يعني. طيب.
هل تطمئن الأجهزة الأمنية أنه من يقوم ومن يدبر لأحداث العنف في الشارع هي فقط جماعة الإخوان المسلمين؟ ماذا عن الجماعات الأخرى اللي موجودة في المشهد ولا يمكن غض الطرف عنها؟ جماعات التكفيرية، الجهادية، جماعات العنف، جماعات المتشددة اللي نشأت ربما أو كانت تمارس عملها بشكل أساسي في سيناء، وقيل حتى على لسان بعض زعمائها أن هم لديهم خلايا نائمة مسلحة في المدن الرئيسية، والآن رأينا يعني أعمال ربما تفجيرات على سبيل المثال في مدن رئيسية تشبه في نمطها يعني طريقة أو نمط العمليات الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعات في سيناء. أحب أن أوضح للسادة المشاهدين أن الدولة عازمة على تحقيق سيادتها بالكامل على كافة ربوع البلاد مهما كانت التضحيات. الدولة عازمة على إرساء سيادتها وإخضاع جميع مواطنيها لسيادتها، وأن الدولة إن شاء الله في ستنتصر على كافة معارضيها خارج النطاق الشرعية. كل من أتى اسما أو جرما في حق هذا البلد لابد أن هو سيتم ضبطه، سواء كان إخوان أو غير إخوان، ومن يرتكب أي جريمة في ذاك التوقيت سيتم ضبطه وسيتم ملاحقته. وكافة الأجهزة الأمنية في ذات التوقيت في تلك الفترة بعد 30 يونيو جميعهم لديهم الروح المعنوية الكاملة للعمل، وهذا يتضح جليا في ضبط القيادات الإخوانية وضبط جميع العناصر الإجرامية وضبط فلسطينيين في شقق وضبط سوريين. كل يعني بفضل الله بيتم عمليات الضبط بقوة شديدة جدا مهما كانت المخاطر. ده من نتيجة الروح المعنوية للقوات اللي خدتها، نتيجة دعم الشعبي للقوات سواء كانت في الشرطة أو القوات المسلحة. طيب احنا معروفين ان احنا شعب عاطفي. الرسالة الأخيرة لمحمد البلتاجي كان يبكي فيها، بكى فيها، على الأقل هذا ما بدا لنا في الفيديو. هل تعتقد انه هذه الرسالة على وجه التحديد مع خبر القبض على محمد البلتاجي يمكن أن يكون له تأثير في الشارع غدا أو في الأيام المقبلة؟ فندم، هو النهاردة هو لما هو في حالة بكائه على ابنته، فده بشر، يعني إنسان، يعني هو بشر، يعني طبعا ما يقدرش تفصل أي إنسان طبعا عن مشاعره، طبعا يبقى إنسان طبعا جامد يعني. وطبعا يعني لا كل العزاء، يعني كأنه بشر طبعا. لكن هو برضك شخصية قيادية ومؤثرة ولا تأثيرها في في الشباب الإخواني، سواء معنويا أو ماديا، سواء معنويا أو ماديا، لكن هو لكن ضبطه له تأثير كبير جدا على جميع الموجودين في الساحة. الواحد يعني أنا أرجو منهم أن هم يعني يتعقلوا المسائل جيدا، وللمحافظة على الوطن الأم، لأن مصر يعني تحاك بمؤامرات خارجية. أرجو أن جميع الشعب المصري ينتبه لتلك المؤامرة الخارجية لحماية مصر من أي عدوان خارجي. طب سعادة اللواء، هناك من ينتقد، لسه حتى ضيفي في الفقرة السابقة الأستاذ شريف طه المتحدث باسم حزب النور لفت النظر أنه أحيانا بعض التفاصيل في العملية الأمنية خاصة في العمليات الخاصة بإلقاء القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين ربما تفقد العملية شعبيتها ربما، أو تؤثر عليها بالسلب أمام الرأي العام، زي مثلا تصوير الأشخاص اللي بيلقى القبض عليهم وهم بيغيروا هدومهم في لحظات مثلا غير مناسبة أو شيء من هذا القبيل. هل تراعي وزارة الداخلية هذا؟ هل تضعه في اعتبارها؟ ضفنا الآخر مثلا الدكتور ياسر حسان قال أن وزارة الداخلية محتاجة يعني شركة ربما للعلاقات العامة كما قال لتحسين صورتها في هذا الصدد بالتحديد. بندم، وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي تعرف ماذا تعمل، وممكن يكون دي تجاوزات من المصورين المصاحبين لهم، مش من الداخلية. تمام. يعني لكن هو تصوير الضباط وهي مضروبة وهي مسحولة وهي ما يأذيش الشعور. يعني انت جاي على واحد يعني لابس هدومه زي واحد مسحول، ايوم افظع يعني. يعني طب ارجو ان يعني انت عاوز تاخد الشيء تاخده بمنظور كامل. لكن هو النهارده لما يضبط على اي شخص قيادي او اي حاجه، ما هو مواطن تم الضبط عليه وفقدت كل صلاحياته.
بس احنا مش بنصور كل مواطن بيلقي القبض عليه. ده انا بتكلم، انت بتتكلم على حته القيادات في اثناء ضبطها، لكن ناتي النهارده ايه يعني، واي واحد قياده بيتم الضبط عليه بيبقى انسان عادي جدا ويبقى مسالم جدا ولا اي حاجه. يعني انا فهمت طبعا من عدد كبير من اساتذه القانون وحقوق الانسان انه لا باس من تصوير خاصه القيادات في جامعه الاخوان المسلمين او الشخصيات البارزه اللي بيتم القاء القبض عليها لطمانه الراي طبعًا العام طبعًا اثبات طبعًا الخبر طبعًا يعني طبعًا. لكن هو السؤال انه كيف يتم تصويرهم؟ حضرتك بتقول وزارة الداخلية تعلم ماذا تفعل، في نفس الوقت حضرتك بتقول انه من الممكن حد من ضمن الفريق المصاحب لعملية القبض هو اللي صور بدون علم حد. طبعا دي ده معناه انه يعني قد يرد البعض انه طب فين بقى السيطرة فندم. انا اقول لحضرتك يعني انا وزارة الداخلية مش عشان انا بدافع عن وزاره الداخليه، وزاره الداخليه بقول لك وزاره سياديه. على فكره احنا ندافع ايضا يعني عن وزاره الداخليه، تعلم ما تفعله. تمام. تعمل ما تفعله. وده دي ايه يعني، ايه الجرم اللي اهتم ان واحد بيتصور يعني ايه يعني هو بيتصور بس في وضع المخل بالاداب؟ كان بغير هدوم يعني مثلا يعني ده يعني يعني هل في لا قدر الله سؤال على فكره هل لا قدر الله زارت منه اي شيء مخل؟ لا يعني يعني موضوع يعني لا داعي لليل يعني مغالاه في تلك الامور يعني هو شخص عادي جدا بيتم ضبطه وبيقوم الناس مسلمين يعني مش مثلا ما فيش اي مقاومه خلاص طبعا. يعني كل اللي يهم القوات عندنا انه يكون مسالم خلاص يعني. انا برضو بحاول انقل الملاحظات الطازجه يعني اللي لسه كانت في الفقره الماضيه لحضرتك لانه هناك ايضا من يتحدث عن انه ربما يستشعر ان وزاره الداخليه يعني تصفي فأرا شخصيا مع جماعة الإخوان المسلمين وده بينعكس أحيانا على بعض سلوكياتها. يا أنا سبق أن دعيت في أكثر من لقاء تلفزيوني وأوضح للسادة المشاهدين احترام وزارة الداخلية لكافة المشاعر الإنسانية وأن عندما يتم عملية ضبط يتم وفقا للقانون ومن يتجاوز يحاسب من رجال الشرطة أيضا. فأنا عاوز أفهم السادة المشاهدين وكل الإخوة اللي بيشوفونا إن وزارة الداخلية الضباط القائمين على الضبط أولا بيطلع في المأموريات الهامة دي خيرة الضباط وخيرة القوات، خيرة القوات في التدريب وخيرة القوات في ضبط النفس وخيرة الضباط، واعلموا أن هذه الأشياء محل نظر العالم مش محل نظر الناس المحليين، فهم بيدركوا كل تصرف بيعملوه على أساس إنه ما يبقاش في محل نقد وبيتم الضبط في إطار الشرعية وفي حقوق الإنسان. طيب في هذا الإطار بقى سعادة اللواء تسرب محضر قيل إنه هو يتضمن بلاغ ربما من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ربما السابق وربما الحالي، لأن هناك من يقول إنه محمود عزت هو المرشد الحالي، بيقول فيه أو بيدعي أو بيزعم إنه هو تعرض للضرب والاعتداء أثناء عملية التحقيق معه وإنه هو بيرفض التجاوب مع سلطات التحقيق لأنها في نظره غير شرعية. أنا شخصيا لم أسمع نفيا من وزارة الداخلية على هذا المحضر لأنه بس أذيع على قناة الجزيرة ربما. إيه تعليق حضرتك عليه؟ فندم محضر الشرطة كويس بيتم عمله بيتم تقديمه بعد ذلك للنيابة العامة والنيابة العامة هي التي تتولى التحقيق وهي التي تقيم الأدلة بمساعدة أجهزة الشرطية. ما يعني كيف أضرب واحد مثلا عنده 70 50 75 سنة يعني ما يضرب ليه؟ هو الرد لما ينكر أي حاجة ما ينكر، ما أنا عندي الأدلة اللي كدينه يعني أنا يعني هو يعني فكرة إن تضرب واحد متهم أو يكون شخصية عامة صعب جدا على أي مسؤول يعملها. الإحاطة يعني صعب جدا على أي مسؤول أن يتطاول على أي شخصية عامة أيا كان معارضة أو حقية إن يجي لمته. إنه يعرف مدى حساسية الأمر ومدى إن الموضوع ممكن يسيس وكلام من ده. فهو لازم يكون عنده ضبط النفس في هذا. وبيقدم هو محضره بما فيه الأدلة للنيابة العامة هي تتولاه بالتحقيق وتقيم الأدلة قبله. يعني طب هو أي واحد بينكر صلته بالإخوان بينكر صلته بكل حاجة النيابة ضربته؟ كل الكلام ده كل الأقوال ديت لا تفيد في شيء، أهم شيء الأدلة المقامة ضده أدلة تدينه. نعم. هل سعادة اللواء وزارة الداخلية بكافة أجهزتها قبل 30 من يونيو تختلف عن وزارة الداخلية الآن بعد 30 يونيو ولا المبادئ دي مطبقة وزارة الداخلية؟ فندم وزارة الداخلية من الوزارات السيادية التي تمشي بعقيدة ثابتة وحقيقة بعد 25 يناير
تغيرت العقيدة الشرطية في العمل، لأن لابد أن تسير المنطق الشعبي. وأنا كنت بنادي أن تكون هذه العقيدة، أن يشعر المواطن أن الإجراء الأمني لصالحه وليس ضده. يعني الضابط لما يقول للمواطن عاوز رخصتك يطلع تفضل، لأنه هو بيقصد صالحه ولا يقصد. ولذلك من هذا المنبر فأنا بأطالب برضك يعني في تلك الآونة بالتحديد أصحاب العقارات الموجودة إن هم يفحصوا الشقق المفروشة الموجودة عندهم ويبلغوا عنها، عدم اعتلاء أحد من الخارج من الخارجين أو الناس الغرباء تلك الأسطح، برضك عدم الثقة الكاملة في البواب بوابين أو الحراس، عدم الثقة الكاملة، لابد من التأكيد والكامل، لأن احنا في مرحلة لابد كل من هو خارج عن الشرعية لابد يتم ضبطه. ليه؟ لأن الناس عاوزة تحس بهدوء، الناس عاوزة تحس بالأمن. يعني حضرتك بتطالب كل أفراد الشعب إن هم يبقوا جزء من هذه العملية الأمنية، جزء من هذه العملية، لابد أن يخبر عن أي شخص غريب موجود في البلاد عنه. لأن الشرطة في دي عملها الشرطة أساسا هي والشعب وجهان لعملة واحدة. الشرطة بدون الشعب لا قيمة له، والشعب بدون الشرطة لا قيمة له. إن كان الشعب هو الأصل في كل شيء، لكن الشرطة هي ذراع الطولة للشعب في تنفيذ القانون. طب على ذكر العملية الأمنية بقى سعادة اللواء، وحنتكلم عن العملية الأمنية بتاعت بكرة، أعلن عن عملية أمنية واسعة النطاق لتأمين المظاهرات وللتعامل مع الخارجين عن القانون بالاعتداء سواء على المنشآت الحيوية أو الشرطية. هذه الخطة الأمنية اللي كانت يعني بحثت في أروقة وزارة الداخلية من خلال عدد من الاجتماعات بالأمس واليوم، هل تعتقد أنه هي سوف تتأثر بخبر القبض على محمد البلتاجي مثلا؟ هل ستطمئن بعض الشيء أن واحد من رؤوس جماعة الإخوان المسلمين تم القبض عليه وبالتالي الأمور ستكون أخف غدا، ولا هناك توقعات بمزيد من العنف وبالتالي الخطة ربما يعني تصبح أكثر قوة أو تشدد؟ أي عمل أمني يا فندم لابد أن إنسان يأخذ أكثر عواقبه. يعني بالرغم أن أنا أعلم أن بدك لن يتم الحشد بالقوة المطلوبة، أن لابد أن أنا أخذ كافة التدابير الاحترازية كافلة للعمل. معرفش إيه اللي بيحدث بدك، ممكن يكون يحدث شيء غديد، لكن الوزارة حاليا أو أخواتي في الوزارة هم أكيد من المنطق أن هم واخدين كافة التدابير الأمنية والاستباقية اللي هي كيف تواجه أي حدث باكر، سواء كان مشروعا أو غير مشروعا. العمل المشروع في التظاهرات لا تعترض عليه الداخلية إطلاقا، لكن الداخلية ستقاوم أي من يقوم بأي عمل غير مشروع. يعني ربما احنا في خلال الايام الماضيه تم القاء القبض على المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين، كيف تقيم الحاله الامنيه بعد هذا الخبر؟ وبالتالي يمكن ان نقارنه ايضا بخبر القبض على البلتاجي. يعني المرشد مش هيكون يعني اقل اهميه عند الاخوان من البلتاجي. لا فندم، المرشد شخصيه مؤثره في الاخوان وجميع دنيا رب الولايه، على الاقل معنويا. معنويا وكل شيء بالنسبه لهم، يعني هو رمز. بيقولوا ان هو ما كانش مؤثر هو رمزيا، يعني هو رمز عشان بس من هو رمز بالنسبه لهم، ايا يعني كان بقى تاثيره معاهم، كان هو رمز بالنسبه لهم طبعا، وطاعته واجبه عليهم يعني طبعا، زعيمهم. لا طبعا. لكن نقدر الامن دائما يا فندم، الامن دائما اي واحد ضابط في اي قياده امنيه دائما بتنظر للأسوأ، ما بتنظرش للابيض. تمام، عشان انا لما اجي احط خطه بعمل سيناريوهات معينه، طب لو كانت الامور خفيفه هنا تبقى جدا فين؟ طب ولو جدا يبقى ازاي؟ ولا بد ان تترشد القوات وفقا للحدث، لكن النهارده لما يبقى تم ضبط محمد البلتاجي اترخى؟ ما يمكن يحدث حاجه اكبر. لا، فطبعا كل ده معقود في الحسابات، لكن هو يعني المعلوم لدى الناس جميعا، ان يعني من هذا المنبر بقول ان الشرفاء والعقلاء يعني هم تصدوا للخارجين عن الشرعيه برضك، خصوصا في الصعيد. وانا اشتغلت في الصعيد حوالي 7-8 سنين. يعني كلهم ناس رجال وشرفاء وعظماء، ولما يحبوا يحدوا شيء يحدوه. يعني طب إيه ماذا يدور في الصعيد الان ساعه الوقت؟ يعني هناك امبارح في بعض الصحف تتحدث عن خطط لدى جماعه الاخوان المسلمين كما ذكرت، تتحدث عن محاولات منهم لفصل الصعيد وجعله دوله مستقله، هل تعتقد انه الامر يمكن ان يصل الى هذه الدرجه؟ كل هذه خزعبلات يا فندم. كل دي خزعبلات، ده يعني امنيه بيعملوها يعني، لكن كيف ينفصل الصعيد عن مصر يا فندم؟ يعني
كيف ينفصل؟ يعني 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 يا فندم مبالغات إعلامية؟ مبالغة يا فندم، الدولة ستكون دولة ولها سيادة وستنفذ سيادتها على الجميع مهما كانت التضحيات. وليعلم الجميع هذا أن الدولة ستحافظ سترسخ سيادتها على الجميع مهما كانت التضحيات. طب خليني أتوقف قليلا مع سعادة اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة اللي معايا على الهاتف. أهلا وسهلا بيك سعادة اللواء. أهلا بحضرتك. نتطلع الحقيقة لمزيد من التفاصيل حول عملية إلقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي. هو في إطار الخطة الموضوعة بناء على توجيهات السيد الوزير في الوزارة بمتابعة العناصر الهربة المطلوب ضبطها، المطلوبة في عدة قضايا أو قضية دي جت معلومات بتواجد القيادي الهارب محمد البلتاجي في قرية ترسة دايرة مركز أبو النمرس في الجيزة. تم التأكد من صحة المعلومات اللي جت. في الحقيقة كانت في مأمورية مشتركة ما بين الضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة والإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة والإدارة العامة لمباحث الجناية بقطاع الأمن العام والأمن الوطني، والضباط نزلت بالمجموعات المسلحة، تم رفع المكان والتحريات بتواجدهم داخل المنزل. ده منزل تبع أحد عناصر المجتمع للإخوان المسلمين في ذات القرية، عقار خاص به في وسط الزراعات في منطقة رفع. تم استهداف المنزل عصر اليوم وتم ضبطهم وترحيلهم على سيد مطر. سعادة اللواء، يعني هل أنا نسأل كيف توصلتم لمكانه؟ ربما ده فضول هيبقى عند قطاع كبير من المشاهدين. يعني هو مستخبي في وسط الزراعات في منزل في قرية ترسة في دائرة مركز أبو النمرس في الجيزة. بالتأكيد المشاهد سوف يسأل وصلتوا له إزاي؟ ما هو ده شغل ضباط المباحث بالتحريات حضرتك اللي بيعملوها فور وصول المعلومات وتحديد العقار والمنزل المتواجد فيه لغاية ما حددناه الحمد لله. ودي المأمورية يمكن بقى لهم أكتر حوالي 14 ساعة شغالين فيها من فجر اليوم يعني. طيب بعد القبض على محمد البلتاجي تعتقد أن الوضع في الشارع سيكون أفضل أم أسوأ؟ إن شاء الله بإذن الله يكون أفضل بإذن الله. ما الذي سيتغير في خطة الغد للتعامل مع ما يطلق عليه جمعة الحسم؟ بالنسبة للجانب احنا سيادتك احنا بالاشتراك مع القوات المسلحة والخدمات الأمنية المكثفة موجودة في جميع المنافذ ودوائر الإسلام والمراكز في الجيزة بالاشتراك مع الأمن المركزي والقوات المسلحة. وإن شاء الله خير، نتمنى خير بإذن الله بكرة بإذن الله. الوضع في كرداسة إيه سعادة اللواء دلوقتي؟ إن شاء الله خير حضرتك. ما هو طبعا إن شاء الله خير، بس في هناك قلق الحقيقة عند الكثيرين. وكان هناك تحذير، ربما أحد الضيوف قبل أيام الكاتب الصحفي محمد برغوتي قال إنه عنده معلومات صحفية إنه كرداسة يتم التجهيز فيها لمجزرة جديدة لا قدر الله، يتم شحن سكان القرية بكثير من المعلومات المغلوطة كما قال. لا، السكان بالنسبة طبعا كرداسة حضرتك موجود فيها عائلات وموجود فيها سكان. بالأمس كان عصر أمس موجود في مسيرة حوالي 400-500 من أهالي القرية يهتفوا إن الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة، وتواجدوا في الشارع السياحي الشارع المجاور للمركز اللي كان اقتحم وهتفوا وفي مسيرة سلمية وانصرفوا. انما الشارع مش هنقول ان كل كرداسه بالكامل ان فيها عناصر، في موجود بعض العائلات وبعض المواطنين الشرفاء متواجدين والسكان وموجودين هناك وعايشين بصوره طبيعيه. نعم. العناصر الباقيه المطلوبه تم رصدها وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا سعاده اللواء كمال الدالي مدير امن الجيزه على هذه المعلومات التفصيليه حول عمليه القاء القبض على القيادي الاخواني محمد البلتاجي. مشاهدينا نواصل هذه التغطيه، ولكن الان تنفصل سي بي سي عن سي بي سي بلس 2 ونواصل النقاش مع ضيفي في الاستوديو سعاده اللواء اسامه الطويل مساعد وزير الداخليه السابق، ولكن بعد الفاصل.